كانت تقدمت لنا الإدارة التربوية بواحد المسابقة ديال تحت يوم تحت عنوان يوم English Day. كانت المنافسة قوية جدا، تمكنت من احتلال الرتبة الثانية، وكنشكر الإدارة وكنشكر الأساتذة والمدرسة بهذه الفرصة اللي عطاتنا، اللي تحت لينا فيها نهضروا بواحد اللغة أجنبية الإنجليزية. وأنا ممتن الإدارة التربوية. I would love to say to everyone here to never stop their dreams and never be in front of their dreams, just let it go. And thank you. بكم اسم أمل بصيري، اليوم في مؤسسة إقرأ تقدمت لنا واحد الفرصة هدية. قدرنا نديروا واحد اليوم ثقافي تحت عنوان English Day، يوم خاص فقط باللغة الإنجليزية. كانت في مسابقة speech، كان عندنا دي بريزونطاسيون. كانت منافسة جد قوية، ولكن الحمد لله تمكنت من أنني نحتل الرتبة الأولى. بغيت نتكلم من هذا المنبر، بغيت نشكر الإدارة ديال المؤسسة والأستاذ الأساتذة ديالي على هذه الفرصة الرائعة اللي قدموا لينا. At school, I'll never forget my days with you. Thank you, Mr. Said, for all the help you gave me. Thank you, directors. Thank you, ECA staff. You are the greatest, and thank you so much. That's all I can say. أنا الأب ديال التلميذة أميمة الزيف. أنا فرحان بهذه النتيجة اللي حققت والمشاركة ديالها في هذه المسابقة، وتنشكر المؤسسة ديال سنابل إقرأ لهذه المبادرة اللي تتاخذها، وهي مبادرة محمودة وتنتمنى تتكرر في مناسبات أخرى، وشكرا. نشكر مؤسسة إقرأ اللي قدرت باش تنظم لنا هاد اليوم اللي English Day، واللي كيستطيعوا من خلال التلاميذ باش يستقلوا المواهب ديالهم في اللغة الإنجليزية ويعطيو كل يقدموا بزاف ديال المواضيع مختلفة في كاع المجالات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذة نجاة العماري أم التلميذة أمال البصيري، اللي تبارك الله اليوم حازت على الجائزة الأولى في اليوم ديال الإنجليزية وإنجليش داي، ياك. وهذا الجائزة هذه بطبيعة الحال فرحتنا بزاف لأننا بنتي والأساتذة ديالها، والفضل الكبير تيرجع بطبيعة الحال الأستاذ ديالها ديال هذه السنة والأساتذة اللي سابقينها والمدرسة والنظام ديالها والتشجيع ديالهم. وهذا اليوم بحد ذاته هو بمثابة تشجيع لجميع التلاميذ. وفي الحقيقة لقيت أنا اللي تفاجأت اليوم بمواهب كثيرة جدا. التلاميذ تقريبا اللي قدموا هذا العروض ديالهم كانوا تلاميذ، يعني فاجئونا بهذه الطريقة ديال الكلام ديالهم باللغة اللي هي أجنبية لنا، ورغم ذلك تفوقوا بواحد الشكل جيد جدا. وبنتي أمان أنا شفتها هي لا ميور فعلا، وفعلا نجنا حتى هي كانت على حق بأن أعطتها الجائزة الأولى، ورغم أن من غير رغم هذا تنقول بأن التلاميذ الآخرين كلهم تكلموا مزيان وعطوا عروض مزيانة ومواضيع أيضا جيدة جدا. شكرا. حصل لي الشرف أن حضرت هذا النشاط التربوي في مدرسة إقرأ، مجموعة إقرأ سنابل إقرأ، وفي الحقيقة أعجبت بهذا النشاط لأنه شجع التلاميذ والتلميذات ديال هذه المدرسة على إظهار مواهبهم ومهاراتهم في التكلم باللغة الإنجليزية، وعبروا عن مواضيع وعن مشاعر يعني تهمهم، وكان في الحق الجو رائعا. ونتمنى إن شاء الله أن تتكرر مثل هذه الأنشطة مستقبلا، وشكرا لهذه المدرسة، وبالتوفيق إن شاء الله وبالنجاح، وشكرا. I'm very happy to be present here. Me,
my friends, parents, everybody, our guests. All of them, my daughter Sumayya Himdi, she's crying because she did not get her gift. I hope next time, inshallah, she will get a better result, and I'm sure she will. Will you? I'm sure she will get a good result next time. And I hope all the best to everybody, to all her friends at school. Also, I'm very proud of the director, one of my best friends, Moulay Ahmed. And he's very active. We pray, inshallah, that he will carry on this way. And may Allah bless him and his school. And hope all the best for everybody. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. كما عودتنا مؤسسة إقرأ على المداومة والمتابعة للأنشطة التربوية التي من خلالها تشجع الأطفال والتلاميذ على إبراز المواهب ديالهم في مختلف الميادين. كانت هذه المبادرة من أجل تشجيع التلاميذ الذين يتكلمون بالإنجليزية بشكل جيد. فكما هو معلوم أن النطق باللغات الأجنبية ليس من السهل بمكان، وأن التلاميذ يختلفون كذلك حتى في مستويات عطائهم داخل الفصول وحتى خارجها. لهذا ارتأت مؤسسة إقرأ أن تجعل هذا اليوم يوم إنجليزي محض، فسمته English Day، كي تشجع التلاميذ الذين ينطقون باللغة الإنجليزية بشكل سليم. فجاءت هذه المسابقة من أجل تتويج التلاميذ المتفوقين في النطق باللغة الإنجليزية. والحمد لله المسابقة دازت في جو جد رائع بحضور آباء وأولياء التلاميذ والإطار التربوي لمؤسسة إقرأ ومجموعة من الأساتذة، وكذلك مجموعة من الصحف الإلكترونية من بينها نخص بالذكر خريف جافانت كات التي نشكرها على حضورها في هذا الحفل هذا. ولم يبقى لي إلا أن أشجع التلاميذ الذين حصلوا على مراتب جيدة ونالوا شهادات، ونتمنى التوفيق للتلاميذ الآخرين. وإن شاء الله إقرأ سوف لن تتوقف عند هذا الحد، سوف تقوم بمسابقات ومسابقات أخرى، وكل سوف يسعى إلى إبراز مواهبه في مختلف الميادين. هناك مسابقة رياضية إن شاء الله هي الآن تجرى الآن، الإقصائيات قائمة. هناك مسابقات في مختلف الميادين، في المطالعة، في مجلات حائطية. فما على التلاميذ إلا أن يبادروا ويجتهدوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كنشكر الجميع وكنشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح التظاهرة هذه، وشكرا وإلى اللقاء.